بسم الله مكملين مع بعض ازاي نرسم الوول. فبلاقي عندي انواع تانية من الحوائط، تمام؟ زي النوع دوت. النوع ده بيعتمد على ايه؟ بيعتمد ان انا بديله هنا العرض بتاع الحيطة مختلف عن العرض في الحيطة في الاخر. فانا ممكن اجي هنا واقول له انا عايز الحيطة ديت تبقى العرض بتاعها من ناحية 300 ومن ناحية 100، اقول له اوكي وابدأ ارسم حيطة بالشكل دوت. هدوس شيفت لو انا عايزها تبقى ماشية مع الاكسات كده. رسمت حيطة من هنا 100 ومن هنا 300. طيب ممكن ادخل تاني اجرب حاجة تانية اللي هي جيومتري. ايه جيومتري؟ برسم حيطة بالشكل دوت، ادوس شيفت وابدأ ارسم اي حيطة انا عايزها، مش مرتبط بأي قاعدة أو أي حاجة خالص. لما أخلص بقى أدوس هنا خلاص كده دي كملت. دي حيطة حقيقية ممكن تشوفها في 3D، وممكن تحط عليها باب شباك زي ما أنت عايز، وهتدخل معاك في الحصر ومفيش أي مشكلة فيها خالص، تمام؟ طيب أقول له وول كده. احنا شفنا ده العادي، ده اللي هو بيبقى الزاوية بتاع العرض بتاعه مختلف. هنا بترسم شكل جيومتري. ممكن أكون عايز حيطة مايلة، تمام؟ هقول له ارسم لي الحيطة القاعدة اللي تحت 300 وخلي لي الميلان بتاعها مثلا وليكن 80، تمام؟ عايز انت ترسم عمارة تكون مايلة تقع على الناس في ساعتها، تمام؟ خلاص، بس ما ترسمهاش بقى 80، نرسمها مثلا يعني 50 حاجة زي كده عشان تبقى ضامن انها تقع، تمام؟ طيب ممكن اقول له ايه تاني؟ اقول له انا عايز القاعدة بتاعتها، تمام؟ تكون اكبر مثلا من القعده اللي فوق او اصغر. تبدا بقى تتحكم من هنا. دي القعده مثلا 300، طيب انت عايز الزاويه دي بقى قد ايه؟ اقول له مثلا خلي الزاويه ديت 120 وهنا 120. طيب نيجي نشوف بقى شكلها بقى عامل ازاي. اوكي وابدا ارسم حيطه. تعال نشوفها في 3D، تمام؟ اهي دي الزاويه 120 ودي الزاويه 120. طبعا ده ممكن تغير زي ما انت عايز، تمام؟ طيب اقدر انا عايز ارسم بارقام مثلا بالمتر بالكده، هقول له وول وابدا ارسم حيطه، تمام؟ بس خلينا نرسم حيطه عاديه، تمام؟ ممكن تكون انت عايز ترسم عندي هنا، ممكن اديله الديستنس، اديله حرف الدي وابدا اكتب مثلا انا عايز هنا دي 5000 مثلا، واروح مديله تاب ابدا اديله الانجل، اديله مثلا الانجل بتاعي 45، تمام؟ فهو اوتوماتيك رسمها، تمام؟ ممكن تكون بس المسافه قصيره. نبدا التاني ديستنس، اديله مثلا 10000 مثلا او اي حاجه، وتاب هنزل للانجل فاديله الانجل مثلا 45، تمام؟ اترسمت اهي، ماشي. ممكن تكون انت عايز ترسم اكس واي، هبدا اكتب كده واقول له اكس فاداني الاكس والواي والزد. تبدا بقى تكتب الاكس زي ما انت عايز، مثلا وتدوس تاب عشان تنزل الواي وتديله اي حاجه انت عايزها، تمام؟ خلاص كده الحته اترسمت. طيب بعد ما اترسمت انا عايز اعدل فيها، تمام؟ طيب اعمل سيلكت على الحيطه، بتلاقي في خط كده في النص، دوس عليه هتطلع لك قايمه، تمام؟ اهو القايمه دي بيقول لي مثلا انت عايز ايه. يعني مثلا ممكن تكون انت عايز تحول الحيطه دي لارك ومش عايز تبدا ترسمها من جديد، فاجي هنا وادوس تطلع القائمه دي فاقول له ايه حولها للارك، اسحب خلاص دي كده اترسمت ارك. تكون مثلا هتعمل هنا مثلا بلكونه او قاعده زي ما انت عايز. هتيجي هنا هتلاقي هنا الخط دوت، تدوس عليه انا ارسم لك ارك بس عن طريق ان انت بتديله المماس بتاع القوس او الدايره، تمام؟ ادوس كنترول زد عشان ارجع في الامر، تمام؟ هعمل سيلكت، تمام؟ وهنا هتبدا تقول له شينج اوتر سايد، تمام؟ وبعد كده هدوس هنا اجي هنا ابدا ادوس على
ابدا ادوس هنا واقول له انا عايز مثلا موف، ابدا احرك الحوائط معايا، او اقول له روتيت اعمل سيلكت واقول له انا عايز روتيت، ابدا احدد الزاويه مثلا من هنا لهنا، اغير الزاويه، اجي هنا اقول له انا عايز ميرور، وبعد كده ابدا احدد انهي نقطه اللي هتعمل فيها ميرور مثلا من هنا لهنا، كده عمل لي ميرور. ممكن اجي هنا اقول له انا عايز مالتيبلاي، مالتيبلاي عامله زي الري، انا عايز كام نسخه، عايز مثلا 5 نسخ تمام، عايزهم بأنهي شكل التوزيع. ممكن اقول له اديله اول مسافه بين اول واحد تاني واحد هو يستنتج الباقي، او اديله اول واحد واخر واحد هو يستنتج الباقي، انا هديله اول واحد وتاني واحد هو هيستنتج الباقي على طول.